وصحنمة جمعة تاريخ ونا يكون باقان تاي ستيدة بيشة جولاي سنة دلابو كون لبي لباتنكا كسو دبادة ورك صحنمة اي شبكة دا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا 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 سو دبادة جماهير تنوادي نولول ميل والبو آدوني دا كجوكتان شرقرأي موقال كان سيو اوغارا ميل فوق وحان ادين سو قدبين دونا حوغا حساسيا كوحدة دمو الجديد ايا وحا اي بوب حوغان كودا قداها مدحتو ايدا قران كيفيلا سوماليا ووحا اي حراش كوبي لاوين هانتيدا قران كوليا هاي اي سيدي شرفت لأو كوريجي مدحوينها شعبك حبيب الملايين مدني محمد عبد الله فرماجو حسن قرقور توا شخصي قدنت امد سوماليا كدور بدي مدى علوشي سيئة تنقويس كيسا ايا هاتن بلاو ايبس الشدا قلب بدن او قيمة قاليا كوفديا ودحيا لد اسمها فيلا سوماليا كارهان دارها قروح البدن أو هيرجلي مدحويني محمد عبد الله فرماجو قالوا أداء دل كان أمقا ورعاوي دادكي دليل جري مدحوينيه دا عدا هاي أمد الصومالية مدني محمد عبد الله فرماجو هذا محاء أموسيي ومحاي إن لها وخر سنيان ليب كان باحد وين أو قدقة لدل كينا جماهير تنوادي نولول مرنوكا ما أموسي دونان لواتد سعط وين أو هيلين دونان دل كودا سيعاد وقو كسو دولي لوغو بدباديو حوقت آن هيلين أيا شيغيسا إن عزبتال كمدحتوي دا كارهان متك مدحوينها إن قلب كيالي إيه قاليغ أها سيقارة لوغي إبسيد عزبتالة مدى حبانان إيكويا لمقالة مقدشو سيدوه كلانا قبي أهام بلقالة درشقالي عزبتالكا إي مدد دير كوهل قلي إيه دختار كي قارك أها إي مدحوينها إيهدوه هالكاسي لقيدان يروكو هيبا قرقورتي وحانا مسؤولية دي عزبتالكاسي لوغو وريجي ويلي إذا شهويني لدالة قرقورتي أو لوغو مقا حاوة حاوة شيخ محمود هرجوغاها أروديميدك أرقق حسدها هي دمو الجديد حسن قرقورت أيا كوهولان وحيوا أن لما هذين دونين وجيتك أوسيدا سؤوسا مينا يا أيها الوشا قينا يتهي سيدي وكالية مدحتو إذا قارنك إنتو أجوغو فشان لها دانيه سقاركا مدحوينها فشل كوكوبي لودي مدحيليت كيسا أيا مركا لغسو تقينو إبسانا يبضيحا تيدا قارنك إتالا فيلا سوماليا كباريدا أن حبدا كرين أيوكو أوال مرينيا لن يردي قيبك إهد كامبين كيسا كواسو قارنك أوليه والسيسي قلدان وو أديك سنة يقرقورتي وحا إنتا سيسيدر إنو قرشينا يسيدي وو كريسان لها قريغ حكومة دي هاتن كوشا قيسو سفارة دي إمارات عربتا وحسن قرقورت هشيسكي إماراتك إيساق الأحمر وقيبك أها إن قريق حكومة يكوشا قيسي يكود حيالة مدحتويدا فيلا سوماليا مركي حكومة بانيسوه إن لغا كري سفارة إمارات عربتا سيئو ديغان تاسو قرقورتو هرؤسو أقبلي دوان نايدع دون تميداسي حسن قرقورت أيا رئيس الوزارة حمزة كوامري إن سيدو قدق سياها بدن ايوو قوران اسمه دو عصب تاسو حسن قرقورت فرصد وين وو أركو ما داما بيل وريب إمارات عربتا وكراهان كاقا قادنا يلعاك لن هل مليون أو دولار كمريكنكا ميداسو اي تاه إلا خالي أو سرق وقادي كرو هانتي دو قرنك كتعبانيو حسن قرقورت ايه كوح دي سدمو الجديد ايا نكوه هنجب قرشاها اي فيلا سوماليا كدح ودان حدي بناك او بحسي اني دي ليان بارسي شبكة دا سيرت ميديو اديك سنيس الى سيردون ايا كعانتو كل اكتا دوكومنتيا حدينا او ان ايدين صوبان ايه دونا دبان هدو اللا ادمو وحا اينا موجينا يان اريما هاليسكوها سمعاد قرن كيني يرجد دولاد نمو ويقوان شعبك السوماليات حسن قرقورت ايا ماها السلاد و اهسر كال سرع و لشق ايه كوح دا ارقا حسدها يا الشباب كوامري عيدي اريمي ساسوق شاينو نلوش دابسيو ما هالسلاط أيان عارين تاس أوه كيش إن عادير كيس ما هاد كرتاعي ومقدشة كده جنكوري أمان كيس أهل لو إلاليه ومقدشة نتمنع عشها أو كده كنيعي هاتن ما هالسلاط أيان قرصن واي عريمي يهري وإذا أجاسمي يهري هي أدنى واستودي سردون كقرن كنيسة فهد ياسين حاج داهر ما هالسلاط أيان النيسة كشقة ليس يحبنا كترسن كوحدة الشواب ومدح أوجب يا حسن شيخ قف وليب أو كأرك تدوان أما بصوب من ديج فلوك جرعان أو كعيو في الصومالية وحاي وجهي سحالتها لسا ونا باهن بدبادو طلو حسن قرقور تمر ميسان دونا مدحيليت كيسا مسيح اللي وانا دا قارن كايا دال كودية داد كودو هيلين دونا ما يشانا كساري دونا قرقور تي يكوح دي سدامو الجديد واسؤال كلو اسويدين مدن وحي اركتيا داو دا هل كان هو سينو قرر وني هيل قارن كاقاه ايها الدفاع عن شخصي قوو خبيل كاه وركك إيمانية قبل كجدايا الشيء جين ما أنت دي بتبحي ربشدة وتاي كد عندك مدى بلد حاوي قبل كاسي كصاي دجان غار كم إذا دتك دجان كاو سوسو بحي الدق مدى سي بلد حاوي دي بتبحي عشا يا كسهور جريعي لما كتر سنة بس جدة ودوان هالكاسي وجيت ليها النبص جدة مهد محمد صلاد كواسيو مجلدة سي قبل لا بعرق الذين يينا يجر دلان غار كم إذا نيردا كده عندك مدى سي بلد حاوي قبل كجدو وركك يا الشيء جين بدبحياشا اي كو قيلين ياني ريا كارنا عيدة مدى النساء ما السلاد كامرقاتا يغون قدها وقالي حرونتا ديق مدى بلد حاوي سلام مركانا دبحوغن اقبسي حرونتا سيدو كالي وحيتا يراكو قبين ودوين كم مغالد بلد حاوي تاسو صوبتاي ان رساسي فران عيدة مدى كامرقاتا ما السلاد سي او كالي ريان ددوينها عريسان كحو ماذا يدبا تضي كودان عيدة مدى ما السلاد كامرقاتا ديق مدى سي بلد حاوي قبل كجدو
ilaa inta la xaqiijiyo waxa rasaasta ay fureen ciidamada nisee ka marqaata ma salaad ku dhaawacmay ilaa iyo 3 ruux oo ka mid ah dadka deegaanka iyadoo ay taasi keentay inay kala cararaan dibadbaxayaasha maadaama loo adeegsaday rasaas nool xaaladda goobta ayaa haatan ah mid degan waxaana xiisadda ku soo baxay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada balad xawo oo la hadlay dibadbaxayaasha si loo qaboojiyo xiisadda maamulka degmada balad xawo ee gobolka gado ayaa aad uga xumaaday ciidamada ka marqaatamaha salaad ee dhowaan soo gaaray deegaanka ka tirsan gobolkaasi gado ee carqaladaynta ka bilaabay halkaasi iyagoona u arka in kacdoon shacab uu ka bilaaban karo deegaanada gobolka gado maadaama ciidamo aan u dirnixin shacabka halkaasi ku dhaqan lageeya degmada balad xawe ee gobolka gedo sidoo kale waxaa haatan bilowday dadaallo xoogan oo looga hortagayo in mar kale ay soo laabtaan dibadbaxyadan rabshadaha wata ee looga soo horjeedo ciidamada nabadsugidda ee ku sugan halkaasi oo dhowaan xabsi u tixaabay qaar ka mid ah dhallinyarada deegaanka jirdil xooganna u geystay gobolka gedo ayaa weli waxaa muuqanaya inay ka taagan yihiin xiisado siyaasadeed oo iska soo horjeeda iyadoona qaar ka mid a shacabka ku dhaqan halkaasi ay wacad ku mareen in hub ay qaadan doonaan haddii ay sii socoto dhibaatada ciidamada niise ee ka marqaatamaha salaad ay ka sii wadaan deegaanada gobolkaasi gado wixii waruu ku soo kordhaa marxaladda ka taagan gobolka gado waxaad ku daawan doontaan saaxiibayaal wararka iyaga dambe hadduu allaha awoodda leh uu raalli ka noqdo markan haddii aynu egno dhanka deegaanada puntland baarlamaanka maamulkaasi puntland ayaa gebi ahaanba iska diiday dib u magacaabista xubnaha maxkamadda sare ee deegaanada maamulkaasi puntland oo dhowaan ay xildhibaanada codka kalsoonida kala noqdeen kulankii maanta ay yeesheen golaha wakiilada puntland ayay mar kale cod gacan taagisa ku diideen dib u magacaabista golaha maxkamadda sare ee deegaanada puntland ee uu dhowaan dib u magacaabay madaxweyne saciid cabdulaahi dani 30 xildhibaan ayaa u codeeyey diidmada dib u magacaabista xubnaha maxkamadda sare 3 xildhibaan ayaa aqbalay halkay ka aamuseen 7 mudane wareegta ka soo baxday isniintii madaxweyne saciid cabdulaahi dani oo dalka dibaddiisa ku maqan ayaa dib ugu magacaabay xubnahan maxkamadda sare daqiiqada un kadib markii golaha wakiilada ay ka soo horjeesteen isla markaana ay u diideen codkooda kalsoonida saciid cabdulaahi dani ayaa wajahaya kacdoon kaga imaanaya dhanka golaha wakiilada puntland isagoona haatan cabsi xooggan ay soo food saartay isla markaana ku qasbanaan doona in isbeddel uu ku sameeyo golaha sare ee maxkamadda puntland golaha wasiirada maamulkaasi ayaa dhowaan laga dhursugayaa in guddi culimowdiin ay arrintan ka qaybgeliyaan si garsoorka ay yeelanayaan maxkamadaha sare ee puntland uu noqdo mid taya leh isla markaana dhan weliba ka dhammaystiran madaxweynaha puntland ayaa aad uga carooday mar kale tallaabada ay qaadeen golaha wakiilada puntland isagoona fariin hanjabaada u diray guddoomiyaha baarlamaanka puntland gudahan daawadaal inta ayaan ku soo afmeeraya warkid ka daawanayseen jannaalka sirta media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Sirta media.